يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من قام مع الإمام في ليلة القدر ولم يزد على ذلك هل يكتب ممن قام ليلة القدر؟ كل ليالي رمضان من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ليلة القدر وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله تقاسي، المشكلة أن في طائفة لا يكون الإمام مبتدئ، إذا منه زاد في الصلاة في عدد الركعات على ما يرونه هو الحد يقولون هذا مبتدئ، ينفصلون ولا يصلون معه، هذا لا يجوز. من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام رمضان ولا حدد ركعات، قام رمضان إيمانا واحتسابا، من حدد عليه الصلاة والسلام. نعم.